عندي كوبايه من دي الشعير وكوبايه سمسم مطحون، وعندي كمان علبه زبادي ومعلقه كبيره من السكر او العسل الابيض وثلاث معالق كبار من السمنه، وعندي معلقه ممكن تبدلوها بزيت زيتون لو انتوا حابين، وعندي معلقه صغيره من الشمر، معلقه ينسون، معلقه بيكنج باودر، ورشه ملح، ورشه بيكربونات صودا، وتلت كوبايه لبن. تمام، تعالوا بقى ايه اول حاجه كده هبدا ان انا هسيح السمنه دي شويه عشان عايزاها تبقى مش مكلكعه كده عندي في العجينه. احطها في الميكرويف. بصوا العيش عندي اهو قلبته الناحيه الثانيه اهو بقى شكله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بتعملوا بقى الكميات اللي انتوا عايزينها وبعدين بتبداوا ان تشتغلوا بيها. تعالوا بقى اول حاجه كده هحط الدقيق الشعير كوبايه انت حطيت لي 2 دقيق شعير يا اسلام، اني بقى الكوبايه وكوبايه من دي السمسم او السمسم المطحون ومعلقه سكر او معلقه عسل على حسب اللي موجود، وعندي البيكنج باودر وعندي اليانسون والشمر. هبدا كده ايه احط دول ورا وهجيب السمنه هتكون ساحت خلاص مش عارفه الكوبايه اللي انا حطيتها دي كوبايه ولا لا. تمام، تعالوا بقى ايه نحط رشه البيكربونات صودا والسمنه، هدوب كل ده كده ايه هخلي السمنه تدخل مع المقدار ده كله. يبقى انا عندي هنا بصوا كوبايه من دي الشعير، كوبايه من السمسم المحمص المطحون، السمسم بقى بيديها كمان طعم فظيع، وعندي حطيت معلقه بيكنج باودر ورشه بيكربونات صودا ومعلقه ينسون ومعلقه شمر. شيل على النار يا اسلام. تمام اهو كده بالشكل ده، ورشة الملح طبعا ومعلقة السكر أو العسل. هبدأ إن أنا هبس كل الكلام ده كده بمعلقتين التلاتة السمنة أو الزيت لو أنتوا حابين تحطوا زيت، بس طبعا السمنة بتدي طعم حلو قوي أهو الشكل ده كده. ونبدأ إن احنا ندخل الدهون مع المقدار بتاع الشعير والسمسم. بصوا اهو هدخل كده كاني ببس كده الدقيق بتاع الشعير والسمسم كله بالدهون اللي موجوده اللي انا نزلتها. خلاص اهو بدخلها كده كلها، وبعد كده بحط عليهم مقدار الزبادي، بحط علبة زبادي، معلقة بس انزلها. اهو. واخر حاجة هحط بقى اللبن بالتدريج عشان هو ده اللي انا هعجن بيه. بصوا هحط كده اللبن بالتدريج، تلت كوباية اللبن بالتدريج. هدي بس تقليبة كده عشان العجان الحاجات تحت خالص، ف ممكن اعملها على ايدي اسهل. اهو الشكل ده كده. اهو كده. بصوا انا ما حطيتش دهولي عشان الاولاني ده ما كانش كوبايه شعير، معلش كان في بولتين دي شعير فانا خدت النص كوبايه. هبدا بقى ايه اعجن كده كل الكلام ده مع بعض كويس قوي. عايزه العجينه بتاعت القرص تبقى طريه جدا معايا، عايزه العجينه بتاعت القرص تبقى طريه جدا معايا اهو. بصوا عايزاها كده ايه تبقى متماسكه بس في نفس الوقت طريه، القوام بتاعها طري.
فيها ينسون، فيها شمر، كل الحاجات دي لما بتدخل بقى الفرن وتتخبز كده طعمها وريحتها بتقلب الدنيا. اهو كده بالشكل ده تمام قوي كده، بسيبها تستريح شويه. ما فيهاش خميره بس دايما بحب اسيب الحاجه تستريح عندي شويه. اهو بالشكل ده خلاص. بصوا شايفين بقى اليانسون والشمر باينين فيها ازاي. بعد ما اسيبها تستريح شويه ببدا ان انا اشتغل فيها، اشكلها قرص زي ما انا عايزه. اشيل الحاجات اللي مش عايزاها كده. مين؟ صافي. صافي صباح الفل. صباح الجمال، ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ عامله ايه حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير يا كله حبيبتي. حلو جميل بيكي والله حبيبتي، الله يخليكي. ايه الحلقه الروعه دي حبيبتي. بصي بجد لازم انا بحب تجربيها. الحاجات الصحيه والشعير ده مهم جدا جدا من ايام تجربيها. الرسول. بجد لازم تجربيها يعني. لا لازم. اكيد انت عارفه انا بعمل كل وصفات حضرتك. انا عارفه والله. بسرعه اسلام دي بقى. والله حاجات جميله 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 يعني حبيبتي، الله يخليكي. وصحيه بقى عشان نعوض جدا اللي عملناه في نفسنا في رمضان. لا انا يعني انا بدات دايت بس ادعولي اكمل. لا ان شاء الله انت جميله في كل حالاتك. الله يخليكي الله يخليكي في كل حالاتك والله. ربنا يحسن. بتفلت مننا بس لازم نلحق اي حاجه. لازم الاكل بتاع النهارده ده بقى النهارده هنعوض ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي. تسلم ايدك وعينك يا حبيبتي وهجرب كل الوصفات الحلوه بتاعتك. الله يخليكي يا حبيبتي. ربنا يجازيكي عننا كل خير. الله يخليكي يا حبيبتي. صباحك جميل. تسلمي يا حبيبتي. شكرا. تعالوا بقى ايه بعد ما نسيب العجينه تريح بالشكل ده، هتبقى بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. حابين تشكلوها وتريح بعد ما تتشكل براحتكم برضو اللي انتوا حابينه وتقدروا انتوا تعملوه. عندي العجنتين اهو. اوكي حاضر. يلا بينا. هنجيب بقى صاج كده. يلا اديني ال ونبدأ بقى نشكل. بصوا العجينة بتاعة القرص اهي، ببدأ ان انا اكورها كده اهي وبحطها بالشكل ده. بحطها عاملة بعملها زي الكايزر الصغير كده اهو، وابدأ بقى ايه ادهنها بشوية بيض واحط شوية شعير كده من فوق الوش. اهو بالشكل ده، واجيب دهنة بيض. يلا الحلة بتاعت العجين كده. حاضر هطلعك حالا. حاضر. واحط شوية شعير كده فوق الوش بالشكل ده بعد ما نحط البيض، ونبدأ ندخلها الفرن وما بتاخدش يعني ربع ساعة وبتطلع عندي بالشكل ده. بصوا مش قادرة أقول لكم طعمها عامل ازاي، طعم والريحة عامل ازاي. بصوا بتنفش شوية تمام، بتبقى عاملة كده، تبقى ما بين الكوكيز على القرص على طريه من جوه، طعمها تحفه بجد، من الحاجات اللي طعمها فظيع يعني، حاجه كده ممتازه. لازم لازم تجربوها بجد، طعمها من اكتر الحاجات الحلوه ومميزه جدا.